التعقيدات اللي تتعلق بتأخير جمع العقاد للجمع العام. النظام الأساسي كيعني مباشرة ملي تقوم من الانتخابات اللي هي الأساس ديال التمثيلية والديمقراطية. ثلاث شهور كآخر أجل بالنسبة للرئيس منتهية ولايته باش يقوم بالدعوة للجمع العام. والمكتب التنفيذي في هذه الثلاث شهور إنما يقوم بتصريف الأمور الجارية. والأمور الجارية لا يدخل ضمنها الترتيب لجمع عام وتعديل النظام الأساسي وتحديد جدول عام بالصيغة التي توصلنا بها. هذه نقولها بالتأخير. لماذا؟ لماذا 14 شهر من بعد انتخابات ديمقراطية؟ المنهج ديمقراطي والمسار الديمقراطي يقتضي باش نحقق توجه حقيقي لأن هذه الجمعية تدافع عن الجماعات بملكها، وأكبر من هذا وأخطر من هذا أنها صورة ديال المغرب في الخارج. اليوم حنا كمغاربة تنفتخروا بالانتخابات ديالنا، تنفتخروا بالديمقراطية ديالنا، تنفتخروا بما نقوم به تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي. ما يمكنش نمشيو عند العالم بجمعية بهذه الصيغة اللي حنا نديرو انتخابات ويخرج مجالس جديدة ورؤساء جديدة و14 شهر ونحن نحاول احنا تاخرنا عمدا لما في مصلحه بلدنا. قلنا ودي كاين الكوك وكاين كذا وكاين كذا، عندنا ملاحظات على الجمعيه وعلى الطريقه ديال العمل ديالها وعلى الصوت ديالها في الخارج، ولكن بلاد ولكن وخا بلادنا كان بامكاننا في ثلاث شهور ديال الجمع العام ونخرجوا الجمعيه اللي هي تمثل الصوره ديال بلادنا الحقيقيه اللي ما خصش نخليو فيها شي نقطة الا ان تكون بيضاء. اذا هذا الجانب ديال التسخير فيه مشكل. المساله الثانيه دعم من سنشهد اليوم هناك من يدعى رئيس جماعة منتخبة، رئيس الجماعة منتخبة ما توصلوش رؤساء المقاطعات. ليس صحيحا سيد الرئيس انه عقد مصروف النظام الاساسي على انهم اعضاء في الجمع العام، هم اعضاء الجمع العام للمكتب 27/2013 مكتوب عندكم هذا النظام الاساسي خصو علينا في صح. والا فرؤساء المقاطعات هم موجودون بقوة القانون، ما دعوتوهمش، دعيتو صرفوا اصناف اخرى، وبالتالي الجمع العام لم يتوصل كما ينص على ذلك النظام الاساسي. الساري المفعول لم يتوصل مجموعة من الرؤساء ومن الرئيسات بالدعوات. ألف اللي عطيتو لينا، أولا ما عندنا حتى شي خطر رسمي. القضية ديال الانعقاد ديال النصاب ما زالت على ما استفهام. السيد المدير لما جمع ثانيا الدعوات ستكون دعوات مطلقة. هذا الفضول لا يكسب لكم. هذا الفضول هو فضول ديال التهيئة ديال الرؤساء اللي هما أحسوا بالمسؤولية من ذاتهم وجاو باش يفضلوا. ما جاوش الدعوات الرسمية والفضول ديالهم ليس فضول النصاب. هو فضول احتجاج. أنهم يحملوا الهم ديال هذه الجمعية المشتركة اللي هي بالمغرب كامل وديال رؤساء ديال جماعات من طنجه الى البويرة كامل، وبالتالي جاوا مسؤوليه ولم ياتوا وفق المسار القانوني الذي ينبغي ان تقوموا بالدعوه اليه. كاين اللي ما حبوش عطوا الماتش. قول لي اذا كاين مشكل مقاطعه تكلمت عليها، نجيو جدول الاعمال. جدول الاعمال لا علاقه له بالنظام الاساسي. جدول الاعمال النظام الاساسي اللي تمشي تخدم به من دابا. قلت لهم غادي ديروا انتخاب ديال الرئيس وديال المجلس الاداري والتعديل ديال النظام الاساسي. من اعطاكم الحق؟ النظام الاساسي واضح. النظام الاساسي اللي هو قائم الان الذي يعدل ويقترح التعديل ديال النظام الاساسي هو المجلس الاداري. المجلس الاداري مازال ما عندناش. بالتالي كذلك القضيه ديال التعديل ديال النظام الاساسي المجلس الاداري هو اللي معدلوه. انتخاب الرئيس هو اختصاص ديال المجلس الاداري. لم يدخل فيها احد ناشئه ولم تقوم بها المؤسسات الاجهزه المخوله، وجيتوا بديتوا تطبقوها تقولوا الناس معدل النظام الاساسي. هو جدول الاعمال هو وفق النظام الاساسي الجديد، وهذا مخالف للقانون. ما يمكنش
تجي دير لي جبال اعلام الدستور ديال 2012 وانا مازال ما صورتش عليه. هو الدستور ديال 1996 هو القانون. انتم تعملون بنظام اساسي قمتم بتعديله بدون صفه، ليست لكم الصفه للمساس في النظام الاساسي لانكم مكتب تنفيذي لتصريح الاعمال. لا تحكم بها. غادي انا مره اخرى انا نبه هذه الامور باش اولا أبو الأخوان بنو